السلام عليكم. اليوم شويه ناديه فارسيه ان شاء الله. غادي توجد لكم واحد الفلون لا تحليه بالكراميل، كتجي رائعه واكثر من رائعه، ويعني بجوده عاليه، غادي تعجبكم ان شاء الله، وبمقادير متوفره في كل بيت. هنايا غادي تخصكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي نحضر معكم فيه طريقه من الاول حتى الاخر، وغادي تعجبكم ان شاء الله لرمضان ووليداتكم. هادشي اللي غادي ينفعنا في هاد العواشر هادي ان شاء الله، اللي يدخلنا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه. و هاد الفيديو هذا كنتمنى انكم كي قلت لكم تتبعوه من الاول حتى الاخر. صافي، هنايا اول حاجه غادي نبدا بها هو الكراميل. الكراميل اللي غادي ناخذ فيه نص كاس ديال السكر سنيده، غادي نضيفه فوق النار، والنار تكون هادئه، ما غاديش نجهدوا عليه بزاف، وغادي نخليوه حتى غادي يبقاو يخرجوا لنا من جنيبات الماء ديال السكر. هنايا ما غاديش نحركوه بزاف واحد العنف، غادي نديرو غير بالعقل، مره نكحزو غير بشي معلقه ولا بسباتور هكذا، غير بشويه بشويه. هانتوما شفتوا السكر بدا كيدوب، هنا غادي نخلي نحركو على الخفيف بحال هذا الشكل هكا، وغادي نخليه ديك الساعات غادي يبقى كيدوب حتى كيتحمر ليا وياخذ لي واحد اللون وتيولي سايح. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش الكراميل اللي صوبو، هادي الكراميل عندي ناجح 100%، وكنخدمو هذا هو المعتمد عندي، يعني كندير فيه واحد المكون اللي غادي يعجبكم. وفايت ليا نزل لكم هاد الكراميل بوحدو الطريقه ديالو. هنايا غادي نضيف له نص كاس د الماء، كيف نص كاس السكر كاس الماء. هنا غادي نعليو يدينا على العافيه الفوق بالكاسرونه ديالنا، ما نخليوهاش على النار، ويكون ديك الماء اللي غادي يكون شي شويه ماشي بارد وماشي سخون، غادي يكون دافي عادي، ونضيفو على داك الخليط ديال السكر باش يتسلق لينا السكر، باش يرجع لنا بحال كيتعسل. بالنسبه لذاك الكراميل، لذاك الماء اللي كيقولنا ضفناه، غادي يبقى كيندوبوه ويتطلق. الا درتوه بارد راكم غادي يرجع لكم بحال الحجره. من الاحسن كنسهلوا علينا هذه الماموريه هكا، ونحطوا عاوتاني والنار هادئه. هنايا غادي نضيف 200 غرام ديال السكر ديال الشوكولاته الابيض. هنايا غادي نبدا كندوبو فيه هكذا، وكان مع التحريك حتى كيدوب ليا داك الشوكولاته الابيض. ملي كيندوب كنبقى كنخلطو حتى كيرجع ليا كراميل، وهو غادي يولي كراميل، ماشي دابا، غادي يولي كراميل من بعد حتى غادي تيقصح لينا. هنا غادي نقبضو انا من بعد ما غادي تخلط لي ويدوب لي، غادي تحسو بيه خفيف، ما غاديش تحسو عليه انه يقصح لكم ديك الساعات، وانما حتى كيبرد عاد تيولي كراميل، باش ما يكونوش غالطين بعض الاخوات ولا المتتبعين ولا اللي عادي يصادف هذا الفيديو. ما يقولش ان الكراميل خصنا نبقاو نحركو فيه حتى تقدروا تحضيو معاه اللي يمشي وتحرق لكم. هنايا غادي نخلي، هانتوما شفتوا كيفاش كيدوب، ملي كيدوب ليا غادي نقبطو وغادي يدفى ليا ونحطو في الثلاجه. صافي، هنا عندي لتر ديال الحليب، غادي نضيف له واحد 6 المعالق اللي يكونوا ما عامرينش بزاف ديال المايزينه نشا الذره، وانتم على حسب افراد العائله يمكن لكم ديروا نص سترو وديروا معاه 3 المعالق ديال المايزينه، ما تكثروش لان باش ما يجيكمش عقد بزاف وثقيل. هنايا غادي نقبطهم وغادي نبقى كنخلط فيهم يتخلطوا لي مزيان. هذا غادي تلاحظوا ملاحظه انني هنا ما غاديش نضيف السكر اولا سنيده ولا كلاصي، على حسب السكر اللي غادي نضيف. غادي نضيف له الكراميل، هانتوما غادي تشوفوا خطوه حتى غادي تشوفوا لي كيفاش غادي ندير له. هنايا هو برد وثقال، هذا الكراميل هذا كيصلح لجميع انواع الوصفات ديال الحلوه، وكنحتاجوه في بزاف ديال الحوايج اللي هي كيك كلشي. هنايا غادي نحرك هاد مايزينا مزيان باش تسلق لينا، وغادي نضيفها فوق النار. بعد ما غادي نضيفها فوق النار غادي نشعلو عليها حراره متوسطه، وحنا مع التحريك هكذا مره حتى كيعقد لينا بحال اللي كتديروها شحال من مره عندكم. مايزينا من بعد ما كتعقد ليا كتقال شي شويه، وانتم تتشوفوا الخليط ما غاديش يكون ثقيل عندي بحال هكا، خصكم تحصلوا عليه. في احتمال الا حسيتو عقد لكم ولا قصح لكم ولا تشمتو، زيدوا شويه الحليب فوق منه، وهو باش يخفف لكم بحال هذا الشكل. انا عندي الغرض به بحال هذا الشكل هكا يكون عندي.
بالنسبه للافراد اللي عنده العائله صغيره يدير غير ثلاثه السترو في ثلاثه المعالق ديال المايزينا. هنا هانتوما فاش غادي يحس بديك الفقاعات كيتصوبوا فيه كيقول لك اننا راني وجدت. هنا غادي نقبط الكراميل اللي انا خدمت، غادي نضيف بالنسبه للترو ديال الحليب غادي نضيف فيه 4 المعالق كبار ديال الكراميل. هي الحقيقه داك القياس كامل اللي خدمت غادي يدخل فيه كامل. بالنسبه الى كنتو نتوما الناس اللي غادي يديرون السيترو غادي يضيفوا 2 معالق. هنا غادي نضيف كلشي وغادي نخلي نبقى كنحرك وغادي نضيف كلشي. غادي تقولوا لي غيجي حلو، نهائيا ما كيجيش حلو وكيجي كي كيقولوا الحلاوه معقوله، يعني ماشي حلو بزاف، كيجي خليط ما تنسم. لا حاجه وحده اللي يمكن يقدر يحليه لكم انه الا ضفتوا فوق منه الكراميل اللي انا ضفت له، لان الوليدات ديالي كيبغيو الكراميل بزاف، ضفت لهم فوق الكيسان. كاينين الكيسان اللي ضفت فيهم كاينين الكيسان اللي ما ضفت فيهمش، ولكن هذه الحلاوه اللي كتجي هنا كتجي هادئه، يعني بحال اللي ما نسمها في الحلاوه. هنايا غادي نبدا كنحرك بحال هذا الشكل، كيخص تحصلوا عليه هكا خفيف، لانه حيت غادي تدخليه للثلاجه عاد غادي يقبض، يزيد يقبض راسو. هنا غادي نضيفوهم في الكؤوس، غادي نكمل بعدا الكراميل اللي عندي بلا نزيدو نكرطوه مزيان، معليش الضياع ما مزيانش، خصنا نحطوه مزيان كامل. غادي نضيفو ونحرك ونجيب الكؤوس اللي غادي نخدم فيهم ونبدا كنخبي فيهم. هذا هو القوام اللي كان خصنا نحصلو عليه، هو سخون قبل من ما تخيو عليه تكونوا محضرين الكيؤوس اللي غادي تنزلوه فيهم، لانه هو دائما هادشي ديال المايزينا والنشا كيقبض راسو دغيا بالزربه. هنا خويتهم في الكؤوس كاملين قياس واحد صافي، كنحصلو عليهم بحال هاد الشكل، كندخلهم يقبضوا حراره المطبخ وندخلهم الثلاجه. صافي هنايا من بعد ما دخلتهم الثلاجه وبردوا ليا مزيان، ها نتوما شفتوا كي كتحسوا به، يعني كيمشي ويجي شي شويه ولكن زوين لذيذ بزاف. ها نتوما كنقلبوه وما كيهبطش، يعني هنا ليكم الاختيار، يمكن لكم تخليوه هكذا، يمكن لكم ديروا عليه كراميل، يمكن لكم ديروا عليه القرقع لان القرقع كيجي زوين مع هذا، يمكن لكم ديروا عليه الشكلاط، يديروا عليه اي حاجه. انا كان عندي هذا جاهز كراميل، يعني هو مخدوم بالكراميل صافي، كان نشدو صافي. كي قلت لكم كراميل على حسب كان متوفر، هو ما كانش متوفر، يمكن لكم ديروا غير عادي هكذا كيجي زوين، كتجي التحليه ديالو كتجي طبيعيه حسن وحسن. وكي قلت لكم تزيين اختياري كيف ما بغيتو نتوما، وهنايا شي درت له شي ما درتلوش على حسب الذوق ديال كل واحد. صافي كان هذا هو الشكل ديالو، كنتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه لوليداتكم. وبالنسبه لهاد التحليه هذه غادي تنفع في رمضان والايام العاديه بدون رمضان، وسهله وبسيطه، وكنتمنى تجربوها. هانتوما شفتوا كي كيجي، يعني فلون ومع البروده كيجي رائع. هذا راني تاخرت عليه تقريبا ساعتين على حسب البروده، ما هو راه تيقبط راسو دغيا بالضربه على حسب البروده. كيجي هكا كيجي بحال المذاق ديال دانيت، كيجي رائع. يمكن لكم مازال ان شاء الله غادي تنتظروا مني التحليات. هي كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش توصل لواحد العدد كبير للمشاهده، ولي لايك وتخليو تعليقات، لانه باش نعطيكم اكثر واكثر تحليات اللي غادي يكونوا في اللي غادي يرضيوكم وبجودة عالية وزوينين. وشكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.